ميني ستوديو. جديد لميني ستوديو، واكيد عنا صوره او رسمه او رساله انتم بعتوها وموجوده بصندوق بريد ميني ستوديو. كلكم فيكم تبعتوا لنا رسائلكم او عبر البريد العادي على الام تي في او كمان عبر فيسبوك بيج تبعت ميني ستوديو يلي كلكم صرتوا تعرفوها. صندوق البريد رح نفتحه ونطلع صوره مين؟ ليلاس دريان. ليلاس كثير مهضومه، بعثت لنا هالصوره وخبرتنا كمان انه بتحبنا كثير وبتحضرنا كل يوم وبتبعت لنا بوسه، ونحن بنبعث لها بوسه، نبعث لها كمان هديه رح نشوفها سوا. اتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87 تتعرفوا كيف فيكم تاخذوا هديتكم. مبروك ليلاس. مبروك، ربحتوا لعبه تقديمه ابو شبكه. مبروك، هديتكم من جيلي بالي اكسسوارز حلوين كثير. وهلا كتاب حلو رح اعرفكم عليه بالانجليزي، اسمه Lift Me Up Rain Forests. بقلبه منشوف صور ومنتعرف بطريقه بسيطه كل شيء بيصير بالغابات، الحيوانات الموجودة مع صور بسيطة ومهضومة لإلهم، مثل هون الثعبان، الشمبانزي، ليكو شو حلو التوكان. الصور والألوان حلوة كتير بهالكتاب، وأكيد أصحابنا الصغار رح يحبوا الصور، واصحابنا الكبار رح يقروا المعلومات ويحفظوهم ويتعلموا كلمات مهمه بالانجليزي. فاذا الكتاب مهم، دائما بقولكم اياها. وانا صديقي المفضل هو مسيو لوليف، بس كمان صديقي المفضل هو رادون، وخايف عليه شوي. بتعرفوا ليه؟ عم بيقضي كل هالصيفيه قاعد قدام التي في كل نهار، نشغل بلا شوفوني عليه، واخدته عند حكيم العيون تتشوف اذا عيونه بعدهم كثير منيح او اذا عنده مشكله بعيونه، لانه ما بيسوى ابدا انه نقعد ساعات طويله لا قدام الكمبيوتر ولا قدام التي في ولا قدام الفيديو جيمز. شويه وقت بكفي، وباقي الوقت فينا نقرا، فينا نلعب بجنينه، خاصه انه هلا الطقس حلو كثير. والبريسس شو عم بيعملوا اليوم؟ عم بيلعبوا بالطابه. تعالوا نشوفهم سوا. لا كلوي انا عم بتسلى. لك شو هاللعبه؟ مش هيك بنلعب تنس؟ بلا هيك بلعبوا تنس. لا دومينيك بلا كلوي كيف بلعبوا لكن؟ اوكي روحي تعملها تفهمي. اوكي فسرت لي دومينيك انه عاده وقت نلعب تنس بيكون بملعب كبير. بيكون في فيلي بالنص. يعني مش بأوضة فرانسيس، مش عم نلعب بايدنا. اوكي ايه، فمشان هيك أوضة فرانسيس لا ما فيك تلعبي. لكن شو اسمها اللعبه اللي عم نلعبها؟ طابه بتكبيها من ايد لايد. هي هي مش كانه عم نلعب مع هوسكي. طب تعال نكفي لعب. اوكي بس بالاول تمارا بدي افسر لك شو بيعملوا. بيحملوا راكيت وبيكبوا الطابه، وبعدين لازم تجربي تحطيها بالملعب الثاني. طب عندي سؤال، هلا هي دومينيك هي عم بتعلميك؟ ايه عم بتعلمني انا ورادو. طب فيها تعلمنا انا كمان؟ لا قالوا لي انه هي بطلة. بس بركي ما معها وقت، اساليها ما بتخسري شيء. طب اوكي، طب خلينا نكفي لعب. اوكي كلوي شو بدنا نعمل؟ شو عملتي؟ هلا جيسيكا بتعصب منا. معقول كبيت الفاز؟ هيدا كثير بتحبه جيسيكا. يا الله، طب عندي فكره، شو اقول لك نروح عند فانيسا؟ هيك بتظبط لنا اياها هي. ايه بس قبل خلينا ننقي رساله بعدين بنرجع بنروح. اوكي بس عندي. يلا كلوي. يا رساله اليوم. اوكي. My name is Tala Kairouz from Dubai. I watch Mini Studio every day. And I send you a lot of kisses. I love your colorful teddy bears on Saturday. ونحن كمان منقلك تعالى إذا بدك تجي لعنا، منقلك خير تطلبينا وتجي لعنا. ومنحبك كثير، خلينا نشوف هديتك. مبروك! Kids Teens Guide هو هديتكم لتقدروا تعرفوا وين فيكم تروحوا وشو فيكم تعملوا بلبنان. Pineapple right got me to the left, to the right.
تجربة اليوم عايزين قنينة إزاز، بالون وشمعة مضوية. رح فرجيكم شو بيصير وقت نحط البالون على بوز القنينة ونحط هالقنينة فوق الشمعة. أول شي انتبهوا إنه وقت نعلي ما بيوقف البالون. هلا رح نشوف شو بيصير وقت حطها فوق الشمعة. بس بهالوقت رح نحضر فيديو بعثت لنا إياها ناديا هاشم عم تقلنا بليز جربوا اعملوا اكسبيرينس من هالنوع. رح فرجيكم الفيديو بس ما بعرف اذا رح نقدر نعمل هالاكسبيرينس. ناديا تانكس على الفيديو. رح نجرب نعملها بالستوديو بس ما بعرف قد ايه فينا نقدر نعملها هون. هلا ما بعرف اذا انتبهتوا انه وقف البالون، وهالشي بيتفسر بانه الهواء يلي بقلب القنينه وقتها يسخن بيكبر وبيضغط صوب برا، وهالشي بيعمل انه البالون وقف. سو زبطت الاكسبيرينس. اذا بدكم انتم جربوها بالبيت بس انتبهوا ما تمسكوا القنينه لانه بتسخن بسرعه. ميرسي ناديا، بنشوف هديتك سوا. مبروك هديتكم من الميني ستوديو، هي تقدمة بيير روجي، ساعة حلوة كتير بتلبسوها ودايما بتفكروا فينا. ميني ستوديو.
أنا وقت أكبر بدي أصير معلمة، وبعد الظهر بدي أغني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. جيسيكا ستيفان عمرها 11 سنة، أكتر شي بتحب الحيوانات وخاصة الكلاب، وما بتحب أبداً تاكل بطيخ. إلي فرح عمره 12 سنة، أكتر شي بيحب التشيز برجر، وما بيحب أبداً يأكل خضرة مسلوقة. لعبة اليوم كتير قوية لأنه المشتركين اللي إجوا لعنا تمرنوا كتير منيح قبل ما يجوا ومحمسين كتير ليلعبوا. كرمال هيك ما رح طويل لا عليكم ولا عليهم، رح نبلش دغري نلعب مع إلي. 50 بدك تكبس على المصاري اللي عم يطلبوها منا. وين 50,000؟ أوكي كمان بعد مرة. 105,000. هي 100 بعد ناقصك 5. بعد وحدة 5. أوكي 20,000. 125,000. 210,000. خلص وقتك إلي وأنت قدرت تجمع 1435 نقطة. إذا قلت ما رح تقدر تجمع جاز نشوف كلنا سوا. خمسين، 5,000، 30، 71، 121، 135، وخلص الوقت جيسيكا وانت جمعت 2250 نقطة، يعني أكيد جيسيكا أنت بتكون ربحت اليوم، بس كمان إلي ما رحت في الخسران ورح تربح هدية صغيرة من بنك ليبانو فرانسيز. هلا كلنا سوا رح نشوف شو هدية جيسيكا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك! وتأكبر بدي أصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لعبرهم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. حبيبي فليت هيك معقولي راسك يا جرستي يا جرستي يا جرستي، بعد ما خلص فحصيته الحكيم وما لقيتك غير هربت وفليت، شو بدي اقول للناس؟ كيف بدي اطلع فيهم؟ جرستني يا رادون جرستني. ما بدها هالقد يشوفوني. بس تعرف شو؟ تعرف شو؟ ما الحق عليك، حق علي انا، اخذتك عن طبيب عيون من اصحابي. طب انه شوفوني شو بدك يعني؟ روح اعمل اتسجل للمدرسه قبل ما اروح اعمل فحص عيون؟ طب منيح تغلبطنا بكم حرف يعني؟ كم حرف؟ وين برستيجك؟ وين برستيجك يا شوفوني تجرستي؟ قال كم حرف؟ كل الاحرف ما عرفتهم. لا شوفوني في شي ثاني عرفتهم، ما 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 تزيدي علي كمان. لا كله ما عرفته يا رادون، جرستني وبعدني بقول لك جرستني، ما بعرف شو بدي اعمل. طب لحظة أنا بقول لك، روحي روحي لقلي. وين بدي روح؟ روحي روحي وقفي هونيك وبلشي اسأليني سؤالين. أنت طبيب العيون ها؟ شو بدي أسألك؟ تفضلي يلا بلشي اسأليني سؤالين. ها؟ وشو بدي أسألك؟ مش عم بفهم. شو بدك تسأليني؟ قد إيه عمري؟ قد إيه سجل السجل العدلي تبعي؟ شو بدك تسأليني؟ قد إيه نمرة إجريا؟ شوفوني حكيم العيون شو ممكن يسأل يا شوفوني؟ يعني رح فرجيك هدول ورح تعرف شو هن. يلا طيب. ها هي هيدي الصورة شو يا رادو؟ هيدي هيدي لحظة مش زرافة ولا ضفدعة ولا زلحفة، هيدي شو يا هيدي رح أغير لك إياها. يلا هيدي لوكوموتيف ترين. لوكوموتيف رح أغير لك إياها شوي. من الأول لوكوموتيف بعرفها اللوكوموتيف ولا؟ طيب وهيدي الصورة شو؟ هيدي لحظة لقلي قربي قربي فشخة شوي.
أنا بدي أقرب؟ تمام منيح منيح أنا بقرب. ها هاي شو؟ هيدا هيدا لحظة شوي. شو عم تعمل ردو؟ عم بستعين بصديقي شوفوني لا بتخليني أقرب ولا بتقرب. خلص شو عم نعمل نحن برنامج تلفزيون حطوا هون هيدا التليفون. طيب لحظة لحظة علي علي لشو؟ طلعت شو؟ أنا بقول لك هيدا هيدا بردية. بردية؟ لا لحظة لحظة لا لا هيدا يا رادون يا رادون لحظة لحظة يلا احكي. ايه هيدا هيدا براد ببان براد ببان. ايه براد شو هذا بردية؟ شو فيل فيل. إذا الفيل مش شايفه النملة رح تشوفها؟ لا لا ليك ضعفان عين الرجيم المحتال أنا ما عرفته ليك شو مغير علي. رادون عندك مشكلة كبيرة الهيئة بدنا نرجع نروح عند الطبيب. مش رايح مش رايح لعند الطبيب. يلا مشي قدامي ولو بدي ارجع اتجرس. طب انه شوفوني كثير ضعفان يعني. يلا مشي قدامي. طلع رادون عنده مشكلة بعيونه، عنده ضعف كتير كبير، أخدته شوفوني عند الحكيم، منيح إنه عملت هيك، أنتو كمان، إذا بتلاحظوا إنه مش عم تركزوا منيح بالقراية، مش عم بتشوفوا منيح بالصف، لازم تقولوا لأهلكم تاخدوكم عند حكيم العيون. وهلا قبل ما تخلص حلقتنا، رح نروح سوا على أرشيف الإم تي في، ونغني غنية سيست من مسرحية حلوة كتير، اسمها لا ليجون دي فانتوم بريزونيي، تعالوا سوا نحضرها. Avec elle on fait la ronde. On joue au riz aux éclats. C'est la joie quand elle est là. Sucette, sucette, mon ami sucette. Nous l'attendons tous les jours. À la télé c'est la fête. Sucette, sucette, mon ami sucette. Nous t'attendons tous les jours. À la télé c'est la fête. Son prénom une friandise. Elle incite la gourmandise. Nous l'aimons quoi que l'on dise. Cette amie elle est exquise. Sucette, mon ami sucette, nous t'attendons tous les jours à la télé, c'est la fête, sucette.